بسم الله الرحمن الرحيم. أمر رئيس الجمهورية تقديراً للعراقيات الماجدات في صبرهن وإيمانهن العميق بالله والوطن واللذين هما خير ذخيرة لرجالنا في تحمل الشدائد ولتشجيعهن للمقاتلين المدافعين عن الوطن وعن العرض والشرف، وهو النبع الذي لا ينضب للشجاعة والإقدام، ولتبرعهن بالمال والذهب دعماً لصمود العراق العظيم ونصره، أمرنا بمنح العراقيات الماجدات المدرجة أسماهن أدناه شارة المتبرعات ومن الدرجة الأولى: سهيلة عامر ناشئ، فاطمة إسماعيل الشربتي، سناء طه الحديثي، فريال إبراهيم يوسف، أنيسة كامل الخضيري، رسمية فاضل جودي، كوكب خيري عبد الله، إلهام فاضل يحيى الفخري، زينب طارق رشيد سلبي، سمية حكمة عن عائلة المرحوم غانم ذنون الصراف، سمر صبح الخضيري عن عائلة السيد عبد العزيز صبح الخضيري، جنان عبد الرزاق عن السيد عدنان عبد اللطيف عبد الغفور، رفاه شاكر أسود عن السيد باسل عبد الرزاق عبد الغفور، صدام حسين رئيس الجمهورية. بسم الله الرحمن الرحيم. أمر رئيس الجمهورية تقديراً للعراقيين الأبات الذين كان لصبرهم وتحملهم وتضحياتهم ومواصلتهم العمل والعطاء الفضل الأول في صمودنا وفيما حققناه من انتصارات، وتقديراً لتحقيقهم الغلبة على العدو في كافة الميادين بتوفيرهم عوامل التفوق المعنوي والمادي، فملأوا الحياة ابتهاجاً ومسرةً وقاتلوا العدو بشجاعة وتضحيات سخية، ومارسوا البناء وأتقنوا عملهم بدقة، وغنوا للنصر والحياة، وزرعوا الأشجار والورود، ولتبرعهم بالمال دعما لصمود العراق العظيم ونصره، أمرنا بمنح العراقيين الأبات المدرجة أسماؤهم أدناه شارة المتبرعين ومن الدرجة الأولى: موريس بشارة أبيكيان، ممدوح الحاجر حيم الكبيسي، فاروق إبراهيم الشابندر، محمد عودة الكبيسي، هاشم إبراهيم الشابندر، محمد نعمان الكبيسي، محمد جواد عن عائلة جواد محمد الشاكري، ناظم محمد طيب، هاشم أحمد عن عائلة السيد أحمد هاشم الشيخ عمر، المهندس بوبو قدو بوبو، شعلان جاسم العدوان، عبد اللطيف محمود البنية عن أولاد الحاج محمود البنية، مسعود رحيم نعمان الكبيسي، يونس محمد علي السماوي، عبد الله أحمد السليمان البياتي، سهل محمود عن السيد محمود مهاوش الكبيسي، صبيح جابر الطحان، أدمون اسكندر عن السيد اسكندر الصطيفان، عبد الفتاح حسن سهيل، مت يوسف بلولة عن مكتب الخالد للمقاولات، عبد الحكيم رشيد عن السيد رشيد عبد الله العاني، عبد الحسين عنيد البهادلي، السيد عبد الله سليم عن المرحوم سليم عبد الله عبد الأحد، كامل حميد زبار الفلاحي، فوزي حسن موسى، جبار حمزة خميس، قاسم محمد حسن البلداوي، عمر عيسى البجاري، حاتم عبود القرحة، عبد القادر أحمد عن السيد أحمد مهاوش الكبيسي، أحمد نعوش، المهندس محمد زاهر الإمام، عبد المنعم الحاج غالب عن المرحوم الحاج غالب حمد الجبارة، أحمد محمد صالح الضايف، الدكتور وليد شوكة الخيال، حسين سلمان عبد الجبوري، الحاج جاسم محمد عبد الغني السامرائي، بطرس عوديش يونان، عدنان فاضل الحلي، عبد الغني صبحي عثمان، اسماعيل خليل عن السيد خليل ابراهيم محمد البحراني، فاروق مهدي عن السيد مهدي صالح الراوي، سعد خيرو عبد الله، طه صديق رشان، عبد الكريم الملا عن اولاد المرحوم محمود الملا حسين، المهندس جعفر محمد ناجي، صادق جعفر ناجي، فراس نوري عن السيد نوري هرمز ميخا سالم، كاظم عليوي حسن الجبوري، محمد حسين الشامي، محمد خليل درويش، الدكتور مجيد الشماع، الدكتور عزيز محمود شكري، نبيه اسماعيل عن السيد اسماعيل فرحان الراوي، فاضل مهدي عجينة، صدام حسين رئيس الجمهورية.
فوق. اهلا. اهلا. شكرا. وسهلا. مبروك. وسهلا. انت اختصيتي. Thank you.
اهلا. مرحبا. وين احوالك انت؟ والله زين. استريح استريح انت. سهلا. سيدي الرئيس القائد حفظكم الله ورعاكم. هذه الكلمات أقولها نيابة عن سيدات الفاضلات والسادة الأفاضل الحضور. حضرنا هذا اللقاء كمجموعة ساهمت بالمال والذهب من أجل قادسية صدام المجيدة خلال سنوات الحرب، كجزء من واجب المواطن العراقي تجاه وطنه وأبناء أمته، وخاصة المقاتلين الذين وهبوا دماءهم وحياتهم من أجل حفظ عزة وكرامة الوطن الغالي. والجود بالنفس هو أقصى غاية الجود. إن المساهمة بالمال والذهب هو أقل ما يستطيع المرء تقديمه لدعم صمود الوطن
وحفظ كيانه، وهو واجب يسير لمن يستطيع تقديمه، غير أنه في الوقت ذاته دلالة على المشاركة الجادة إن صح التعبير، والتعبير عن المواطنة الشريفة المخلصة من أجل عزة وبناء الوطن. إن العدوان الإيراني الغاشم رغم فداحتي واستمراري لن يعيق بقاء وارتقاء عراقنا العزيز ما دام هناك أبطال مستمرين في بذل كل غالي ورخيص، مؤمنين بشرف الوطن وكرامته وعزته، مستمدين هداية القيادة الحكيمة والقائد الشجاع. إننا نشعر بالفخر والاعتزاز لحضورنا هذا المكان، متشرفين بلقاء عزيزنا وقائدنا البطل صدام حسين. وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على تقدير وتكريم القيادة وعلى رأسها السيد الرئيس لكل جهد وعمل مهما كان صغيرا من أجل حفظ كرامة الوطن. إن نشعر بالفخر والفرحة تغمر قلوبنا لهذا التكريم. أدامكم الله من أجل سعادة ورفعة وكرامة عراقنا العزيز، وحفظكم ذخرا لأمتنا العربية المجيدة، ومن الله التوفيق. أنا مسرور بهذا اللقاء، بهذه النخبة الخيرة من شعبنا كممثلين لأنفسهم ولعوائلهم، بل وكما ورد في الأمر الجمهوري لمنح الشارة كممثلين للشعب. إنهم في نخوتهم لمعاونة اقتصاد بلدهم دعما للمقاتلين، فإنما يعبرون عن ضمير العراقيين ككل. والعراقيين اليوم ما عادوا محل امتحان في شتى ميادين الحياة. نجحوا والحمد لله في ساحات المنازلة في مقاتلتهم للعدو طيلة 8 سنوات بالسلاح. نجحوا بالصبر الذي هو خلفية لابد منها ومرتكز أساس للنصر، لمطاولة من هذا الطراز دامت 8 سنوات حتى الآن. نجحوا في استمرارية الحياة، وهذا مهم جدا. دول أخرى غير بلدنا ابتلي بحروب، إن كانت في الحرب العالمية الأولى أو الحرب العالمية الثانية أو ما بين الحربين أو ما بعدهم وما قبلهما، ولكن كانت بعض الدول تخوض حروب لزمن أقصر، ومع ذلك تكون بسبب ظرف الحرب قد غادرت فروع كثيرة من الحياة، أو على الأقل قد غادرت وتيرة التصاعد في فروع كثيرة من الحياة. واللي يخسر استمرارية الحياة تكون خسارته من الطراز التاريخي. لكن الحمد لله عراقيين في الوقت اللي يؤدون واجبهم ببطولة مشهودة، كذلك كانوا وما زالوا يتصرفون بشروط الحياة وأسسها
وأهدافها ومبتغاها بدرجة عالية من المسؤولية والحرص والدقة وإيمان لا يتزعزع بأن المستقبل لنا بعون الله. كل هذه المفاهيم في تطبيقاتها تعتبر من نمط الانتصارات اللي قد تغبطكم عليها شعوب أخرى رغم أنها مغمسة بالدم. وكان من بين ما كان صبر المرأة العراقية وتضحياتها وكونها عمق حقيقي لروحية ومعنويات العراقيين المقاتلين في الجبهة، يتزودون من هذا النبع الخير بكل مستلزمات الصمود إلى أمام أو في الأمام. ويزيدهم إصرار على التمسك بحقوقهم دون التنازل عن أي من الحقوق اللي ممكن أن تخل بالكرامة الوطنية والأمن القومي. فالحمد لله في العام الثامن ونحن أفضل من العام اللي قبله وأقوى وأكثر اقتدار وأكثر استعداد للمطاولة، وعدونا يتراجع تنحسر شره وقدرته في التعبير عن شعارات اللئيمة والعدوانية والخسيسة، ويتنازل عن شروط الحياة يوميا وشهريا وسنويا، وينزوي في كهوف ليس العدوانية والشر فحسب، وإنما في كهوف الظلام مبتعدا عن كل ما ينبغي من شروط صحية للحياة. أهلا وسهلا بالعراقيات وبالعراقيين، والكل إن شاء الله نحتفل بشارة النصر ترفرف على مساحة العراق كلها وفي سماء إن شاء الله. يا مرحبا، يا مرحبا.